الحلم السلفي أجيال وراء أجيال ثابتين على نهجنا، واللي في وش الدين يا ويله من ربنا. جايز يكون إبليس ناشر ظلام، النمى تقدر شريعة الله ترفعنا أبعد سما. ده حلمنا طول عمرنا، شرع ربنا يحكمنا كلنا كلنا. ازيكم يا اخواني في الله؟ طب تضموا بقى يا اخواني، كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بصت عليهم ثوب وسعهم تضموا يا اخواني وقربوا كده، يعني اللهم لك الحمد. يعني ايه؟ يعني احنا عايزين نقول تعالى دكتور مصطفى، تعالى يا اخواني، احسن، عايزين نقول يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى قد ايه احنا في نعمة يا اخواني في الله، قد ايه فجأة ربنا فتح كل حاجة. احنا جايين من الصعيد دلوقتي، يعني تحس ان اهل الصعيد ده لهم 20 سنة ممنوع منهم كل حاجة. الناس بتشوف الدعاء، يعني لا تتخيلوا مشاعر الناس ساعتها ايه. ساعة ما الناس شافتنا على منصة مسكين ايدينا في ايدين بعض، انا حسيت ان بعض الناس هتفقد عقلها من الفرحة، ان الدعاء حاطين ايدهم في ايدين بعض، ان المنظر ده اللي كان مستحيل يتخيل قبل كده المنظر ده بيتحقق دلوقتي. واحنا جايين من المطار بعد ما امن الدولة عزل واتلغى خالص، او يعني خدوا اجازة مفتوحة، والناس كلها فرحانة، وكل الناس بتسلم علينا، والعساكر وكل الناس. يا اخواني في الله، اللي احنا فيه ده لو كنا سرحنا بخيالنا ما كناش تخيلناه فعلا ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله، الله قادر يا اخواني. اللي حصل ده بسبب مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. عشان كده انا بدعوكم الان سواء شباب او بنات، ان احنا الوقت من باب قول الله لئن شكرتم لازيدنكم، ان كل واحد مننا يسجد شكرا لله على هذه النعمة اللي احنا فيها، والنعمة اللي ملت مصر بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. نسجد شكرا لله يا اخواني. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد، إخواني في الله، الحلم السلفي عنوان غريب جدا. هنتكلم في 3 حاجات الليلة. الحاجة الأولانية، مين اللي يستاهل؟ مين اللي يستاهل؟ الحاجة الثانية يا إخواني في الله، خلاص حجتك إيه؟ حجتك إيه؟ الحاجة الثالثة، الحلم السلفي. الحاجة الأولانية، مين اللي يستاهل يا إخواني؟ مين اللي يستاهل؟ يا رب يا إخواني في الله، لما يروى في الأثر أن امرأة العزيز كانت من شدة حبها في سيدنا يوسف كانت تخلي الجوارب بتوعها لما واحدة منهم تعرف مكان يوسف وتدلها عليه، تدلها قطعة ذهب من أملاكها لحد ما فنى الذهب بتاعها. فلما مرت الأيام ولما آمنت بالله سبحانه وتعالى، ولما تبدل الوضع سيدنا موسى ويوسف ممكن في الأرض، فلم تعد تتكلم إلا عن الله، فسئلت في هذا من جواريها اللي هم نفسهم كانت بتعطيهم الذهب عشان يدلوه على مكان يوسف، فقالت حب الله أنساني يوسف وحب يوسف. مين اللي يستاهل؟ مين اللي يستاهل مشاعرك؟ مين اللي يستاهل انك تضحي عشانه؟ مين اللي يستاهل دمك ودموعك وابتساماتك؟ مين اللي يستاهل؟ ايه الهدف اللي يستاهل ان حياتك تبقى مسخرة من اجله؟ مين اللي يستاهل تضحيتك؟ زين العابدين، علي زين العابدين، بن علي زين العابدين في تونس، تخيلوا سبب سقوطه مراته، سبب سقوط مراته اللي سابها هي واهلها واسرتها، ساب لهم الحبل على الغارب في تونس، وكانت من اهم اسباب ثوره الشعب عليه الملف الخاص بتاعه. أسرة مراته لما اضطرد ولما مرض ولما كان نايم في المستشفى ميت، قالوا مرات زين العابدين سابته، مرات زين العابدين تخلت عنه. مين اللي يستاهل ان
واحد تضحي عشانه؟ مين اللي يستاهل مشاعرك؟ مين اللي يستاهل مشاعرك؟ مين اللي يستاهل عواطفك؟ مين اللي يستاهل حبك؟ مين اللي يستاهل ان قلبك يبقى ليه لما شاب من الشباب تسيب 100 حاجة بيحبها؟ كل واحد مننا يا جماعة ساب 100 حاجة بيحبها عشان اصحابه، لان اصحابه ما بيحبوش ده، ما بيحبوش يروحوا المكان ده في الوقت الفلاني، ما بيحبوش يعملوا كذا وماشيين، ساب 100 حاجة بيحبها عشان اصحابه. ممكن شاب يعرف فتاة ساب 100 حاجة بيحبها عشانها. مين اللي يستاهل انك تسيب عشانه؟ مين اللي يستاهل انك تسيب اللي انت بتحبه عشانه؟ الله الخالق ولا المخلوق؟ الخالق ام المخلوق يا اخواني في الله؟ مين اللي يستاهل سجائر الدنيا كلها ما تسويش سجدة بإذن ربنا سبحانه وتعالى؟ شهوات الدنيا كلها ما تسويش دمعة بين ايدين ربنا في آية تقرأها في قيام الليل؟ متع الدنيا كلها ما تسويش احساس قلبك، ما تسويش نظرة لوجه الله يوم القيامة، ما تسويش نظرة لوجه الله يوم القيامة. مين اللي يستاهل انك تعيش عشانه؟ مين اللي يستاهل يا جماعة؟ في الفترة اللي فاتت احنا عشان نعيش عيشة نظيفة، عشان نعيش عيشة كويسة، عشان نعرف ناكل ونشرب وناخد حقوقنا في الدنيا، ما نعيش مظلومين ومكورين. الراجل شايل هم الدروس الخصوصية بتاعت اولاده اول كل شهر، وشايل هم ايجار الشقة، وشايل هم 20 فاتورة، وشايل هم 20 ضرائب ضريبة الدولة قهرة عليها، وشايل هم 50 نوع من انواع الدمغات بيمتص فيها فلوسه واحدة واحدة في كل مكان، وشايل هم التوات لو هو تاجر وفتح مشروع، التوات من الحي والتوات من بتوع الهيئات اللي بيفتشوا رقبوا عليه، وشايل وشايل وشايل. الناس عشان تعيش حياة دنيوية سليمة نظيفة ضحت قد ايه؟ 18 يوم في التحرير، الناس مش عارفه تروح بيوتها، ملايين او مئات الالوف نزلوا، كل واحد شايل كفنه على ايديه، 1200 واحد فقدوا بصرهم، 300 واحد اتقتلوا، ناس جالها شلل رباعي، خلاص يعني جت لها رصاص في الاعصاب بتاعها في النخاع الشوكي، عمل لها شلل رباعي، الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى الا ان ياذن الله بالشفاء. كل دي تضحيات عشان نعيش حياه في الدنيا نظيفه. طب الدنيا ربنا بيقول عليها وما المتاع حياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، يبقى عملنا ده عشان هذا القليل، هنعمل ده عشان الآخرة. إيه اللي يستاهل؟ مين اللي يستاهل جهدك؟ الدنيا ولا الآخرة؟ مين اللي يستاهل؟ أنا مش عايز أي حد مننا يبقى عنده تعارض ما بين آلامه وأحلامه، ما بين آماله وأحلامه، وما بين إنه يرضي ربنا. يا جماعة الدين ده فول أوبشن، الدين ده عرض فول اوبشن، الالتزام ده عرض فول اوبشن. اي حد انت بتعرض عليه الدين بتقول انا ما بحطكش في اختيار، ربنا ما وضعكش فيه، ربنا ما قالكش يا دنيتك يا ترضي ربنا، ربنا ما قالكش يا اما تعيش انسان سعيد يا ترضي ربنا، ربنا ما قالكش يا اما امالك واحلامك يا ترضي ربنا، ربنا ما قالكش يا اما تعيش انسان بتحب وتتحب يا اما ربنا، لا، ربنا سبحانه وتعالى عرض عليك، ربنا ارسل ليك سبحانه وتعالى ان انت وانت ربنا هو الاول في حياتك، كل اللي انت عايزه هتاخده اعظم مما تتخيل، فول اوبشن، دنيتك ودينك وسعادتك ونفسيتك. مين اللي يستاهل يا اخواني؟ مين اللي يستاهل؟ مين اللي يستاهل مشاعرك؟ مين اللي يستاهل؟ تايه بقال سنين بعصيك وانا في خيرك، تايه بقال سنين بعصيك وانا في خيرك، يا رب ادعي مين ومليش اله غيرك، يا رب ادعي مين ومليش سند غيرك، يا رب ادعي مين ومليش مغيث غيرك، تايه بقال سنين بعصيك وانا في خيرك، يا رب ادعي مين ومليش اله غيرك. مين اللي يستاهل؟ ربنا سبحانه وتعالى اخطر تهديد في القرآن، يمكن لا يوجد تهديد اخطر منه الا جهنم والعياذ بالله، اخطر تهديد في القرآن في سورة الانبياء لما ربنا هدد المعرضين عنه قال ايه؟ قال وهم منا لا يصحبون. يعني ايه لا يصحبون؟ يعني عايز تعيش لوحدك؟ خد بالك عمرك ما تقدر تكافح لوحدك، عايز بقى تقاتل لوحدك قاتل، عايز تعيشها لوحدك عيشها، عايز تكافح لوحدك كافح، عايز تجدف في الدنيا بقوتك جدف، انما عايز ربنا معاك، عايز ربنا يبقى صاحبك في حياتك وفي طريقك، لازم تبقى ماشي على هدي ربنا سبحانه وتعالى. وهم منا لا يصحبون، تهديد في غاية الفزع، ان ربنا بيقولك انت من غير معيتي عمرك ما تقدر تعيش، من غير صحبتي ليك عمرك ما تقدر توصل،
مش هتقدر تتعامل مع الحياة بقوتك انت ولكن بقوتنا. عايز تتخلى عن هذه الصحبة، عايز تتخلى عن هذه المعية، خلاص هم منا لا يصحبون. مين اللي يستاهل يا اخواني في الله؟ مين اللي يستاهل مشاعرك وتضحياتك؟ مين اللي يستاهل انك تشيل الهم؟ مين اللي يستاهل؟ هو اهل التقوى. اهل يستاهل، دي اساسا جايه من كلمه اهل الحاجه. هو اهل التقوى، هو اللي يستاهل ان يتخاف منه، هو اللي يستاهل ان يتعمل حساب لما تقف من ايديه، هو اللي يستاهل انك تقعد تعيش حياتك عشان لحظه العرض عليه، هو اللي يستاهل انك تشتاق للقائه، هو اللي يستاهل انه يبقى هدف حياتك ورساله حياتك وقضيه حياتك. مين اللي يستاهل؟ رقم اتنين اخواني في الله، رقم اتنين، حجتك ايه؟ حجتك ايه؟ كل شاب واقف وكل واحد ملتزم وكل واحدة ملتزمة وكل واحدة واقفة، حجتك ايه؟ اللي قاعدين الوقت يا جماعة ممكن يبقوا يعني واحد من ثلاثة او من اربعة، واحد كان يعني عارف الصح بس خايف، عارف انه لازم يلتزم بس خايف، عارف انه لازم يدعو بس خايف، عارف بس خايف. ليه يا عم؟ ده هيعملوا ملفات وهيعملوا مش هيعملوا، خايف، الخوف زال. يبقى الحجة الاولانية راحت، الخوف زال. السجن، انا يعني بشبه الوقت الناس عاملين زي اللي بالظبط كان قاعد في سجن، يعني مفيش مدة للحكم عليه اصلا، هو قاعد وخلاص والدنيا كلها مقفلة عليه، وفجأة السجن اتفتح، فجأة السجن، فهو خارج مش قادر يصدق انا هاكل زي ما انا عايز بعد كده، انا معقوله هعيش؟ انا معقوله افكر؟ هيبقى ليا راي في بناء حياتي؟ هيبقى ليا راي في حاجه في الدنيا؟ هيبقى ليا راي في اللي هيحكمني؟ هيبقى في ليا راي؟ فلما هقول لا لفلان، فلان ده ممكن يتشال، انا معقوله هبقى بني ادم وليا قيمه في الدنيا ديت؟ هو في امل ان انا لما هشتغل مش في ناس هتمص دمي وهتاخد ثمره عرقي وتعمل بيه مليارات وانا افضل مطحون؟ هو في امل لو اتفنيت في شغلي وفي بلدي وفي وطني ولديني ان انا اخد مردود الكلام ده؟ في امل ان انا ما اتسرقش؟ في امل ان انا ما اتقهرش؟ في امل ان ما يجيش ناس على العماره بتاعتي يقولوا لي 20,000 جنيه كل سنه ضرايب عقاريه؟ لو جيت اتناقش معاهم يروحوا يرموا الملف بتاعي في البوليس، وفجأة بعد شهرين بقضيه محكوم عليها بكذا شهر سجن، ويا اما ادفع غصب عن عيني مقهور، يا اما اتحبس. هو في امل ان انا اعيش بني ادم ليا كلمتي وليا رايي وليا دوري في بناء امتي وبناء ديني وبناء وطني؟ هل في امل؟ او بالظبط الناس عامله زي كده، زي اللي كان مسجون وخرج. في ناس يا جماعه لسه مش فاهمه ان السجن اتفك، في ناس لسه مش مصدقه ان ما عادش في سجن، في ناس لسه مش مستوعبه التغير اللي حصل، في ناس دماغها لسه ما حصلتش الصاروخ التغيير اللي بيحصل في المجتمع بتاعنا. الوقت يا اخواني في الله، الوقت واحنا في هذه المرحله، الوقت واحنا في هذه الظروف، الوقت. حجتك ايه؟ حجة كل واحد لسه ما التزمش في دين ربنا ايه؟ حجة كل واحد لسه ما اشتغلش في الدعوة الى الله ايه؟ حجة كل واحد لسه ما التزمش في دين ربنا ايه؟ حجتك ايه؟ انا ما كنتش عارف اصلا. واحد يقولك انا ما كنتش، الموضوع ده احنا فاهمينه شايفينه الايام دي واحنا على الطيارة. الطيار بيسأل هو يعني ايه سلفيين؟ يعني ايه سلفيين؟ هو سؤال غريب. احنا مسلمين يا جماعه، مسلمين وموحدين بالله ومش عايزين اي اسم يحصرنا، ولكن لان في ناس بدعيه فاضطر المتبعين للسنه ان يبقى في حاجه قصادهم. يعني كلمه سلفي دي مش اسم جماعه ولا اسم حاجه، ده اعلان ان انا تبع الناس اللي كانت بتاعه زمان، ده تبع الصحابه والقرون الاولى. ده بس انا ايه؟ انا بعلن منهجي، بس بقول كلمه بتعلن منهجي. بيقول لك مين السلفيين دول؟ وما الاخوان، هو في حاجه من الاخوان والسلفيين؟ طب الناس لاول مره، طبقات لاول مره تبدا تسمع عن الدين. الوقت ما عادش في حدود، النوادي بفضل الله مفتوحة، الجامعات بفضل الله مفتوحة، القنوات بفضل الله اتفتحت تاني بلطف ربنا، بترتيب عجيب من الله، بمقر عجيب بأهل الباطل. كلنا عارفين القنوات لو كانت مفتوحة أيام المظاهرات كانت قامت بدور يبلبل الناس قد إيه، وكانت بقت صراعات، واللي يتكلم كان ممكن يقتلوا فيها، واللي ما يتكلمش كانت هتبقى خيانة عظمى، واللي واللي واللي. تخيلوا ربنا مكر بهم قد إيه،
مكر بأهل الباطل دول قد ايه. سبحان الله العظيم، سبحان الله، حجتك ايه؟ انا ما كنتش عارف. الوقت الدين يا جماعة بيوصل كل مكان، بينتشر في كل حتة، في كل الاتجاهات الدين بينتشر. يعني اللي ما كانش سمع سمع، اللي ما كانش عارف عرف، اللي ما كانش متخيل تخيل وتصور. حجتك ايه؟ حجتك انك انت ان انت ما عادش. حجتك ايه؟ اي حجة لاي حد دلوقتي انه ما يقبلش على ربنا ما عرفش مقبولة. اي حجة لاي حد دلوقتي انه هو ما يجتهدش في دينه ما عرفش مقبولة. خصوصا لما نتكلم عن الحلم السلفي. يعني ايه الحلم السلفي؟ يعني الحلم بتاع منهج امتنا، يعني الحلم اللي احنا يا جماعة بنحلم. احنا ناس عندنا انتماء زي اي حد، ناس بنحب اوطاننا زي اي حد، بل اكتر من اي حد. لان انا حب الوطني بقى فيه ضمير، حب الوطني بقى فيه عبادة، حب الوطني بقى فيه نية، حب الوطني بقى مختلف عن حب اي انسان لوطنه، عن حب اي حد على هذه الارض لوطنه. احنا بنحلم، احنا كمان بنحلم بايه؟ بنحلم بحاجات كتير قوي، بنحلم بحاجات كتير. من ضمن الحاجات اللي بنحلم بيها واللي لازم كل واحد مننا يستوعبها دلوقتي، ان في مهمة مقدسة على كل واحد مننا دلوقتي، مهمة مقدسة ربنا تحدث عنها في القرآن. مهمة في يوم الايام سيدنا موسى كان ماشي، سيدنا موسى تاه في الطريق، ما هوش عارف الطريق، في مجاهيل سينا سيدنا موسى الدنيا ظلام، السماء بتمطر، ما هوش عارف يولع نار، الجوع اشتد بيه وباهله، خلاص مكان مهلكة من المهالك. ويحصل موقف في النار ويروح سيدنا موسى ويفاجأ بالمهمة المقدسة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، انزل مصر يا موسى، انزل، عندك مهمة مقدسة في أرض مصر يا موسى، المهمة اللي كل واحد منا مكلف بها النهاردة، المهمة اللي كل واحد مننا لازم يحلم بأدائها، لازم يا جماعة ننفذ هذه المهمة، لازم نقوم بهذا الدور، المهمة المقدسة اللي كلف بها الأنبياء. النهاردة احنا ورثنا عنهم، ورثنا عنهم ان المهمة دي بقت على رقبتنا الوقت. يا اخواني احنا في اخطر شهور في تاريخ مصر كلها، اخطر شهور مصر الوقت بتنتظر قائد. القائد ده هيبقى مين؟ والقائد ده هيقودها ليه؟ وهل ممكن البلد دي يبقى لها خط سير؟ هل ممكن البلد دي يبقى لها خطة في الفترة الجاية، الشهور الجاية ده يا جماعة شهور بلا نوم، شهور بلا نوم. يعني يمكن من الافكار اللي الواحد يعني حاول يعملها ليها فكرة برنامج على فين يا مصر، برنامج يعني الفترة اللي فاتت كان برنامج يومي على فين يا مصر. يعني ايه؟ يعني احنا الوقت برنامج مستمر لحد انتخابات الرئاسة بإذن الله سبحانه وتعالى. برنامج نهايته ان يبقى في قائد صالح لهذه الأمة، قائد على الأقل يا سيدي. احنا مش عايزين عمر صلاح الدين الأيوبي دلوقتي، احنا على الأقل قائد ينفع ان يزق الأمة لقدام ولو خطوتين، ولو خطوتين، يدي للناس حريتها في انها تختار اللي بيحكمها حتى على الاقل. اخواني في الله، فكرة هذا الامر اللي هو خط سير لينا في الفترة الجاية، على فين يا نصارى مصر؟ هتفضلوا معزولين وقافلين على نفسكم وكل الدول بتلعب بيكم عشان تستخدمكم ضد اوطانكم، ولا هتصدقوا الناس الوحيدة اللي بتكلمكم بصدق، الناس الوحيدة اللي بتسميكم اهل ذمة تدينا لله ورجاء للشرب من ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، الناس الوحيدة اللي ما بتكلمكم بتضحكش عليكم وما بتخدعكوش، بيسموكوا اهل ذمة، يعني في ذمتنا، يعني في امانتنا، يعني في ذمة الله ما حدش يقرب منهم. الباقي بيستعملوكم على فين؟ على فين يا وزراء مصر؟ على فين يا امن دولة مصر؟ بعد ما قطعت الناس وطلعت روح الناس وكشفت فضائحك امام الناس، على فين؟ على فين يا شباب مصر؟ خط سيرنا الوقت ايه؟ الشهور اللي هي اخطر شهور في حياة مصر، مصر اللي بتقود الوقت الامة الاسلامية من جديد، التغيرات اللي هتحصل الكل هيقلدها سواء بطريقة ثورة او بطريقة سلمية، التغيرات اللي هتحصل الكل هيقلدها. احنا الوقت هنقود البلد باذن الله وبتوجيه الله لايه؟ خط سير كل واحد منكم الوقت قاعد ايه؟ في اخطر شهور في تاريخ مصر يا جماعة. يا جماعة الشعب الوقت بيقول وزارة، الوزارة دي لا، تاني يوم الوزارة بتتشال. يقول لك امن الدولة لا، تاني يوم امن الدولة كلهم بياخدوا اجازة مفتوحة الى اجل غير مسمى. الشعب الوقت يا جماعة لما بيتكلم له كلمة، احنا الوقت لينا كلمة. انت الوقت عليك امانة في رقبتك تجاه امتك، انا ما بقولش تجاه مصر، لان الوقت مصر دي يعني الامة،
مصر دي دلوقتي اللي بتقود الأمة، هتقود الإسلام في العالم لو عملنا حاجة يا جماعة. عشان كده كل واحد منكم وكل واحدة منكم، كل إنسان مننا عليه مسؤولية تجاه الأمة الفترة الجاية. لازم كل واحد مننا يحقق جزء من حلم هذه الأمة، يحقق جزء من الحلم اللي احنا بنتمناه لأمتنا ولدنا والأوطاننا. لازم كل واحد مننا. وإذ نادى ربك موسى، إيش معنى موسى يا رب؟ يا رب ما كانش كتير مستنين النداء ده، إيش معنى يا رب ده؟ كتير مستنين ربنا يختارهم، كتير مستنين ربنا يصطفيهم. اوعى تفتكروا ان انت دلوقتي لما سمعنا الاذان واحد جه الجامع واحد ما جاش الجامع، ان اللي جه لانه بس مجرد ان هو رغبته كده، واللي ما جاش لان مش في دماغه. لا، ده اللي جه لان ربنا اختاره. انت قعدتك دلوقتي يبقى ربنا اختارك تقعد في بيته وتصلي جماعه من ايديه وتسمع كلام عنه، ده اختيار من ربنا يا جماعه. اوعى تفتكروا اي شاب ممكن، اي حد ممكن يدخل سايبر، اي حد ممكن يدخل نادي، اي حد ممكن يدخل قهوة، بس مش اي حد ممكن يدخل بيت ربنا، مش اي حد يدخل المسجد ابدا. ده اختيار، اختيار من ربنا. لازم تعرف يعني ايه واذ نادى ربك موسى. كان في كتير مستنين النداء ده، كان في كتير مستنين الاختيار ده، كان في كتير مستنين الاصطفاء ده، ولكن ربنا هو اللي بيختار. اشمعنى ربنا يختار مصر تقود؟ اشمعنى ربنا يختارنا ان المسؤوليه دي تبقى علينا دلوقتي؟ اشمعنى ربنا يختارنا ان المهمه المقدسه دي احنا اللي ننفذها دلوقتي؟ لازم تبقى على قد المسؤوليه. لازم لما ربنا يقول وانا اخترتك، يبقى الموضوع هنا خلاص بقى تكليف في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. لو قالوا لك انا اخترتك رئيس وزراء، شوف التكليف شكله ايه، ما بالك بالتكليف من رب العالمين. وإذ نادى ربك، ربك يعني ربك يا محمد. طب ما سيدنا محمد بالسياق، وإذ نادى الله موسى، يعني ايه ربك؟ يعني ايه ربنا بيقول لسيدنا محمد ربك عمل كذا؟ يعني اللي ده يديك، اللي نصره هينصرك، اللي أيده هيأيدك، اللي خلانا في المهمة مستحيلة مش امبوسيبل. ومع ذلك سيدنا موسى انتصر على كل عدو وواجهه. سيدنا موسى ربنا رفعه، كأن ربنا بيقول قوموا وانا هرفعكم زي ما رفعته، قوموا وانا هنصركم زي ما نصرته، قوموا وانا همدكم زي ما امديته، قوموا وانا هثبتكم زي ما ثبتته. يا اخواني في الله، يا اخواني في الله، القضية مش قضية سن، القضية مش قضية معلومات، القضية قضية حاجة في قلبك ربنا بيصطفيك بناء عليها. يا اخواننا شرارة الثورة كانوا مجموعة من الشباب، يعني ممكن لما تبص لك فلان اللي عمل الثورة تبص كده تحس ان هو شاب شكله يعني هادي، يا جماعة ده عمل ثورة. يا اخواننا، يا اخواننا، قضية انك انت تنوي، وانما لكل امرئ ما نوى. في انسان بيعيش عشان حلمه معين، في انسان بيشيل قضية معينة. وإذ نادى ربك موسى أن أت القوم الظالمين. شوف كلمة تأتي ديت، لما ربنا يقول ما تذر من قوم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، الرياح، ما تذر من شيء إيه؟ أتت. أن أت، خليك زي الريح المرسلة، خليك زي الريح اللي كل باطل مش هيثبت أمامها. قوة الدعوة، ان احنا عايزين ننزل الواقع بس ننزل بقوة، عايزين ننزل عندنا قوة يقين بالله وقوة استحمال للرسالة اللي علينا. الناس الوقت يا جماعة خارجة من السجن، ما هواش اللي خارج من السجن ده بقاله 20 سنة اول ما تشوفه. احنا عايزين، لازم يبقى لك دور في تطبيق شريعة. لا يا عم استنى، الراجل خارج بيموت اصلا، هو شريعة ربنا هي قضيته وحياته، بس هو مش هيستحمل اللي انت بتقوله الوقت ده. ده عايز حد يديله بق مية، وحد يطبطب عليه، وحد يغير له هدومه، وحد احنا عايزين نقول للناس دلوقتي احنا معاكم، احنا عايزين نقول للناس احنا معاكم، وانتوا بتنموا البلد دي قضيتنا. قبل ما الثورة دي تقوم الواحد كان جاله احباط يا اخواني، كان جاله والله يا اخواني، بقى الواحد بيطلع المنابر وهو حاسس بشيء من الالم يعتصر قلبه بس مش قادر يتكلم. الم ليه؟ ما جماعة بعد سنوات من الدعوة الواحد بدأ يكتشف ان كل الناس اللي قاعدين قدامك كل واحد عنده 50 مشكلة بره حياته مش قادرين. انت عامل زي بتزق في عربية واقفة ما هوش قادر يتحرك معاك، ده ورا اقساط وده ورا ضرايب، وده مظلوم وده مهضوم وده مهدد وده خايف وده. انت بتكلم ناس اصطنعت 1000 مشكلة ومشكلة في حياتهم، ما عادوش قادرين يبقوا معانا، ما عادوش قادرين يتحركوا. بقول يا رب يعني الازمات الدنيوية دي شلة المجتمع، طب الناس هتقوم ازاي؟ الناس هتقف في وش البطل ده كله ازاي؟ يا جماعة
دين ربنا سبحانه وتعالى. لما بيكون الناس بلها استريح شوية بتقدر تسمع الدين. عشان كده لاحظت الفترة اللي فاتت ان من سن 30 لـ45 اعلى نسبة في سهولة الالتزام. الشاب بتطلع روحك معاه بيلتزم من 30 لـ45 ده او 35 لـ45 تلاقي كلمتين يتوب ويلتزم وثبات شديد جدا. اما بدأت اتدبر في هذه الظاهرة لقيتها ليه؟ لان وضعه المادي استقر، لان مرحلة البطالة ومرحلتها في العنوسة ومرحلة قلقها على العريس ومرحلة انه مش لاقي شغلانة ومرحلة انه لسه بيجري عشان يشوف هيكون نفسه ولا يعمل ايه، مرحلة هم عقدوها على خلق الله عشان يفضلوا مسيطرين على البلد والعياذ بالله. فكان الواحد الناس لما تستريح، الناس لما تبدأ تفهم يعني ايه قيمة العمل في الاسلام، قيمة انه يشتغل في الاسلام. انا بقول الكلام ده ليه؟ رغم ان الوقت احنا بنتكلم عن ناس هيوجهوا الناس للدين في المجتمع، انا بقول الكلام ده عشان نتعامل مع الناس بفهم. الوقت يا جماعة ده ناس خارجة من سجن، من سجن ممكن اللي التزموا من قبل كده السجن ده كانوا متحررين منه شوية، كانوا كسرينه شوية، انما ده خارج من سجن لسه مش مصدق. عايزين نقول للناس الفترة دي احنا معاكم، هتنظفوا الشوارع احنا معاكم، بس بلاش اختلاط. دول بينهم وبين دول 200 متر ما تشوفوش بعض، واحنا معاكم، واحنا معاكم مش معاكم نقود، احنا معاكم معاكم زينا زيكم، احنا مش عايزين نقود، احنا معاكم في تنظيف البلد، احنا معاكم في اصلاح البلد، احنا معاكم في تغيير البلد، احنا معاكم في اي تنمية. لان التنمية دي، لان مشاكل الدنيا الخانقة هي اللي خلت الناس مش عارفة تتجه للدين الفترة اللي فاتت، رغم ان ده اكبر شعب متدين في العالم كله واكبر شعب جواه عاطفة دينية في العالم كله، ويمكن اكتر شعب بعد المدينة المنورة بذل للاسلام في العالم كله. فاحنا عايزين نستوعب المرحلة دي، عايزين نفهم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أن ائت بكل قوة انزل، ائت القوم يعني مش ائت الظالمين، ائت القوم، القوم يعني القوم كلهم بقوا كده. البلد باظت، البلد ضاعت، التعليم بايظ، الإعلام بايظ، الاقتصاد فاشل، السياحة فاجرة والعياذ بالله، الحكم فاسد، عصابة وحكم بلد. لا انسى ابدا تعبير يعني واحد من اقاربنا وله في القضاء مركز عالي، وبكلمه وانا في اول الالتزام وسخن، قال لي يا ابني انت بتعمل ايه، دي عصابه ومسكه البلد. يعني بيقول لي انسى الكلمه دي يا جماعه، اثرت فيا قوي قوي، حسستني ان فعلا الكلمه ما اتحطت قدامي عصابه. يعني طول الفتره اللي فاتت كنا بنحارب عصابه، والواحد حاسس انها عصابه وان لم يستطع ان يجر. تخيلوا العصابه دي، فكر العصابه ايه. عشان كده لما ربنا يتكلم عن فرعون في القران يقول لك قال لمن ايه، لمن حوله، انما لما ربنا يتكلم على الانبياء يقول لمن ايه ومن ايه معه، من مع ده احنا فريق منطلقين لنصر دين الله، انما حول يعني الرهبطية اللي حواليه، عصابة بكل ما تحمله كلمة عصابة من معاني، شوية افاكين ومسكين بلد وقاعدين يمصوا دمها. ما كانش حد متخيل اللي هيحصل. ان ائت القوم، طب يا رب انا هصلح دولة، ايوه هنصلح دولة، هنصلح امة، ايوه هنصلح امة، هنصلح مفاهيم الناس ولا هنصلح قلوب الناس، ولا هنفهم الناس ايه شريعة ربنا، ولا هنصلح الاقتصاد، ولا هنصلح الجيش، ولا هنصلح كل حاجة ان شاء الله، كل حاجة. وانما لكل امرئ ما نوى، ننوي وربنا القادر. ان ائت القوم كلها باظت وربنا اللي بيقول له انزل مالكش دعوة، ان ائت القوم الظالمين، ظلمة ظلمة والعياذ بالله. الناس الوقت وصلت ليه، عايزين نغير يا جماعة. قوم فرعون، تخيل لما ربنا يقول لسيدنا موسى قوم فرعون، يعني مش المصريين، قوم فرعون دي يعني ايه؟ انتوا عارفين الفساد ده كله في الاخر بيرجع لافراد، الفساد ده كله في الاخر بيرجع لثلاثة اربعة خمسة ستة عشرة خمستاشر عشرين تلاتين، دول امهات الفساد في البلد، دول اللي مسيطرين على الفساد، دول سبب الفساد في البلد. هي مصر كده، مصر كده، تلاقي في افراد هم اللي بيتحكموا في الشعب كله. قوم فرعون الا يتقون، الا يتقون، هم مش خايفين من ربنا؟ عشان الاصلاح يتم لازم ربنا يبقى معانا. يبقى ربنا معانا ازاي ومنظر شوارعنا في صلاة الفجر لا يوجد له تشبيه الا المقابر؟ يبقى ربنا معانا ازاي واحنا بنين جدار بيننا وبين اخواننا في غزة عشان نمنع اي رحمة عنهم في الوقت اللي بنوالي في اليهود؟ يبقى ربنا معانا ازاي واحنا بنقول له مش عايزين شريعتك، مالكش حكم علينا؟ ربنا يبقى معانا ازاي؟
ازاي يا جماعة؟ ونوادي القمار مرخصة وبيتاخد ضرائب عليها، ونوادي الخمور مرخصة وبيتاخد ضرائب عليها. ربنا يبقى معنا ازاي؟ شارع الهرم واحنا يعني معدين منه من يومين، شارع الهرم يعني كانت حرق فيه بارات وخمارات كتير، كله بيتبنى تاني دلوقتي، كله بيتبنى كأن فيه اصرار ان الفساد يفضل محتل المواقع بتاعته. يبقى ربنا معنا ازاي؟ قوم فرعون الا يتقون، هم مش خايفين من ربنا. في قراءة تانية الا تتقون، الا تتقون يعني الا تتقون، يعني انتوا بقى يا اهل الدين خافوا من ربنا لو سكتتم. الا يتقون، قال ربي اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون. ارسل الى هارون يعني يا رب مش هقدر اشيلها لوحدي، محدش هيقدر يشيلها لوحده. يا جماعة يا جماعة الفترة دي مش عايزة البلد تتقسم. يعني كنت بكلم اخواني قريبا، مين اللي قال ان الاحزاب ديت كلها ناس وحشة وناس؟ احنا هي الناس دي حد علمها اصلا؟ مفيش شرفاء في كل مكان، شرفاء في كل الاتجاهات، شرفاء في كل المواقع. عايزين نفتح شبابيك البيت السلفي يا جماعة، ثلاث اربع شبابيكه مقفولة، قافلين ما بيننا وبين الدنيا كلها ليه؟ بيت الطيار الاسلامي شبابيكه مقفولة ليه؟ نفتح شبابيك على الشباب، نفتح شبابيك على المجتمع، نفتح شبابيك على بعض، نفتح شبابيك على الاتجاهات الاسلامية اللي فضلنا معادين بعض بدون اي مبرر. لا احنا عارفين احنا معادين بعض ليه، ولا احنا عارفين فيما، عشان اختلافات حقيقتها 1% من اللي بيثار. عايزين ندخل المرحلة التانية دي بفكر جديد، بعزيمة جديدة. ارسل الى هارون، مش هقدر اشيل لوحدي يا رب، لازم يا رب، محدش يقدر يشيل لوحده، لازم كلنا نشيل مع بعض، لازم كلنا نتكاتف، لازم كل واحد مننا يشيل مهمة الفترة الجاية، فترة اخطر شهور في تاريخ مصر كلها في العصر الحديث ده، اهو فرصة التغيير الحقيقية. لازم. قال ربي اني اخاف، اني دي ده حرف توكيد، وربنا شكك، استغفر الله العظيم، وربنا لا يعلم اللي في قلب موسى، وموسى بيأكد. لا يا جماعة ده ألم، ربي اني ده بيعبر، ده دلالة على اللي في قلب موسى، اني اخاف ان يكذبون، مش قادر يتحمل ان الناس هترفض الدعوة. اشد ألم على صدر الداعية يا اخواني. اما الداعية لو اعتقل بيزيد فرح، الداعية لو اتجلد بيزيد فرح، الداعية لو اتعلق على الشواية اللي اكتشفوها في آلات التعذيب بتاعت أمن الدولة بيزيد إصراره على ما فيه. أشد ألم على قلب الداعية إنه يحس إن الناس هي اللي رفضاه، إنه يحس إن الناس هي اللي مش عايزة دين. كنت مرة أول أيام جيت هنا مسجد السلامة تدروس، وخارج من النهوض في التراويح ورايح أدي كلمة، رايح أدي كلمة وأنا طالع يعني إيه، والإمام كان بدأ صلاة فعلا، فبيقرأ قول الله سبحانه وتعالى، قيل يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أنا داخل عشان رايح عشان أقف عشان أدي الدرس بعدها، وسمعت كلمة لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حسيت إنها سكينة بتذبح قلبي، حسيت إن الكلمة دي لو اتقالت على هؤلاء الناس اللي انت نازل نفسك إن واحد منهم يتوب، إن واحد منهم قلبه يتحرك، إن دي أكبر مصيبة في حياة أي داعية، أكبر مصيبة إن الناس ما تتحركش. ربي إني أخاف أن يكذبون، إنهم يا رب يقولوا عليك حاجة، إنهم يا رب يرفضوا دعوتك، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. شوف كلمة ينطلق دي، سيدنا موسى عايز يبقى طلقة في الدعوة، ينطلق لساني، يضيق صدري، المشاعر اللي جواها تخنق يا رب، لو سمعت كلمة عنك مش هقدر، لو سمعت كلمة عن شراتك مش هقدر، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. كلنا ننزل الواقع فريق واحد، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. خايف إنك تتقتل يا موسى؟ مش عشان انا خايف من الموت، عشان لو انا مت الدعوة هتقف بموتي، عشان كده يا رب هارون يكمل من بعدي. فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا، إن إيه؟ إنا معكم، إنا معكم مستمعون. ربنا بيقول لك أنا معاك بس أنت قوم، أنا معاك، أنا معاك يا جماعة، دي من ربنا، مش متخيلين يعني إيه؟ يعني إيه ربنا يقول إنا معكم بس أنتوا قوموا، بس أنتوا فوقهم، بس أنتوا حاولوا تغيرهم، بس أنتوا قولوا للظالم لأ، بس أنتوا قوموا عشان الناس توصل لربنا. يعني إيه إنا معكم؟ ده وعد من الله لكل من قام ينصر دين الله سبحانه وتعالى.
إنا معكم مستمعون. إخواني في الله، الحلم السلفي الفترة الجاية فترة أحلام، فترة تنفيذ الأحلام، حلم أداء المهمة المقدسة في تغيير الشعب ده، حلم إن احنا نرد على العلمانيين، نرد على يعني للأسف تاني برضو يعني نائب رئيس الوزراء اللي قاعد يشتم في الشريعة ويقولك ما فيش ألعن من الدولة البوليسية للدولة الإسلامية. لا أدري من الذي فرضه وسط منظومة الإصلاح اللي بتحصل، مين برضو اللي فرضه لسه تاني يبقى في نفس الموقع تاني، يبقى واحد بيتحدى مشاعر المسلمين بهذه الطريقة ولسه واقف في الموقع بتاعه ولسه يقولك لا للدولة الدينية. لا للإيه؟ دولة الدينية. ابن سلول ده، ابن سلول يا جماعة، ابن سلول اللي كان بيقول آمين النبي لا للدولة الدينية. هي كانت المشكلة معها ايه؟ ان محدش يحكم، تقوليش ربنا يحكمني ولا عياذ بالله. هو المشكلة معها ايه؟ ان هو ده الفكر ده لسه موجود. الا تجيبوه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما خد الصحابة وطلع على الجبل بعد غزوة احد، وابو سفيان وقف من تحت الجبل وقال اعلو هبل، اعلو هبل ده يعني ده بيسب الله والعياذ بالله. سيد محمد قال الا تجيبوه؟ حدش يسكت هنا، ما دام الكلام عن ربنا ما حدش يسكت، حتى لو الحرب هتتفتح تاني ما حدش يسكت هنا. كأني والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا الآن لصعد على المنبر وقال ألا تجيبوه؟ ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال قولوا إيه؟ الله أعلى وأجل. هو الرسول قال قل يا أبا بكر الله أعلى وأجل؟ قال إيه؟ قولوا. يعني قولوا يعني ابو سفيان تحت بقى ومش شايف الفصرة فوق ايه؟ فوق 700 واحد وقاعدين، فلما 700 واحد فجأة يقولوا الله اعلى واجل، المشركين طاروا. يا عم ده لسه بصحتهم وبعافيتهم. الحرب النفسية على الضلال، ان الضلال يحس ان كلنا قلب واحد، ان كلنا هدف واحد. هو اللي زلزل الحكام في الثورات ايه؟ انهم لقوا الناس فجأة بقوا ايد واحدة وهدف واحد وكلمة واحدة. ان الباطل يحس ان كل واحد غيره على دينه بيتكلم. انا مش عارف ازاي الناس بتتفرج على القنوات العلمانية ويسمعوا شريعة ربنا بتتشتم ويقعدوا يتفرجوا عليه. الناس يا جماعة لسه مش فاهمة ايه اللي بيتقال اصلا. هما بيزوقوا الكلام بحيث انه يحط لك السم في العسل، فالناس مش واخده بالها. في وسط التيك شو والانسرتات والحوارات والكلام بقى بتاع الاعلام والشو والكلام ده كله، يوم رامي لك كلمه خبيثه، والبرنامج ده كلمه خبيثه، والجورنال ده كلمه خبيثه، وموقع النت ده كلمه خبيثه، وفي النهايه تلاقي النتيجه ان الناس بدات عقيدتها تتغير بدون ما تدرك. الا تجيبوه؟ يعني بنحلم في هذه الفتره، بنحلم لديننا في هذه الفتره، بنحلم لديننا في هذه الفترة إخواني في الله، بنحلم لديننا أحلام كتير قوي، بنحلم لديننا احنا نفسنا، دينك انت. النبي عليه الصلاة والسلام شبه دينك بالنهر. يعني ايه؟ يعني قالك ان الإيمان له منسوب، له منسوب، الإيمان يزيد وايه وينقص. ده له منسوب يا جماعة في شريعتنا عند السلف في العقيدة، يزيد وينقص، يعني له منسوب زي النهر بالضبط. قال لك الإيمان له طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. يبقى الإيمان ده زي المية الحلوة العذبة لما تدوق طعمها. بعد كده قال لك الإيمان ده له وزن، قال لك وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الإيمان ده مثقال ذرة من إيمان، له وزن. لما رحنا عند السد العالي قال لك إن المية بتيجي وتقوم مصبوبة من ارتفاع 133 متر، يقوم الوزن بتاع المية ده مولد كهرباء تنور مصر كلها. يبقى الوزن ده هو اللي عمل الشرارة والكهرباء. الإيمان ده له وزن، الإيمان له وزن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن الإيمان ده بيتحرك. يعني إيه بيتحرك؟ إن الإيمان لا يأرز، يأرز يعني بيحرك قلبك تجاه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الإيمان في قلبك إيه؟ الإيمان في قلبك نهر متدفق منسوبه عالي وطعمه زي نهر الكوثر كده، ووزنه شديد وفي نفس الوقت متدفق. ولا الإيمان بتاعك ترعة في قلبك؟ ولا الإيمان بتاعك أناية؟ ولا الإيمان بتاعك صحراء جرداء؟ الإيمان في قلبك إيه؟ هتعمل إيه عشان قلبك وعشان الإيمان في قلبك؟ إخواني في الله، في هذه المرة، في يعني هذه المرة الأولى التي نلتقي فيها بعد يعني فترة يعني قهر وغياب، يعني مش عايزين نطيل عليكم، مخصوصا ان احنا عندنا ضيف من يعني دعاة الشباب ضمن بقى الحلم السلفي. بقى الحلم السلفي الشيخ علي قاسم جزاه الله خيرا، يعني الشيخ محمد الصاوي اعتقد ان هو جاله حلقة في قناة الناس،
فيعني هيذهب إليها يعني، أو يعني احنا قسمنا بعضنا كده، اتنين يطلعوا على القناة واتنين ايه يجوا هنا البيت الله سبحانه وتعالى. فيعني الشيخ علي قاسم يعني طبعا ثانية دكتور خالد، ما انا دكتور خالد يا جماعة يعني مش مع الفيتو، ما حدش عارف يتكلم معاه. حاضر حاضر. ضمن الحلم السلفي يا اخواني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هنبدا بقى نظهر مع بعض تاني. انا والله يا اخواني واحنا على المنصه في اخر مؤتمر اللي هو كان في اسوان واحنا على المنصه بتاعه المؤتمر، ويعني ايه احد اخواننا بيقول يدخل اهل الجنه متماسكون وهو بيشرح، فيعني حسيت ان الموضوع حلو قوي. مسكت ايدي في ايد بعض قمنا ماسكين ايدنا في ايد بعض، فكلنا قمنا رافعين ايدنا كده. انا اول مره اشوف الناس بتكبر بالطريقه دي. الناس سابت المؤتمر وسابت الكلام وسابت الكلام بتاع ايه، منظر ان اهل الدين ايدهم في ايد بعض، منظر ان اهل الدين ايدهم في ايد بعض بالطريقه دي. ناس كبرت بطريقه، قلت سبحان الله احنا فعلا محرومين ان احنا نشوف المنظر ده، منظر وحده اهل الدين مع بعض، منظر ان اهل الدين ما هماش نسمات نسمه ونسمه ونسمه. ربنا بيقول وتذهب ريحكم، الريح دي مجموعه من النسمات، من النسمات توحد اتجاهها فبقت في اتجاه واحد. من النهارده باذن الله سبحانه وتعالى، مش حدش فيكم يكون عينيه بس ايه عينيه وحشه بس ويحسد كده ولا حاجه، من النهارده باذن الله سبحانه وتعالى يعني يبقى الشيوخ مع بعض والدعاء مع بعض وطلبة العلم مع بعض وكل الأمة حاجة واحدة، حاجة واحدة يا إخواني. اللي ينزل منكم أي مشروع يشارك، أي شباب على شرط عدم الاختلاط طبعا وهم بيتقبلوا فضل صدر راح، اللي ينزل منكم يشارك يا جماعة ما يطلبش من الناس إنه يعينوه قائد. يا جماعة نرجع الأول قدوة، وبعد كده الناس مش هتلاقي قيادة أحسن من أهل الدين، بس نرجع الأول قدوة. الشعب بيعاني من أزمة قدوة وقيادة، إحنا عايزين الوقت يبقى مشكلتنا القدوة، ان احنا نبقى قدوة، ان احنا نبقى الناس اللي قلبنا فعلا على كل واحد قلبه بينبض بلا اله الا الله. الشيخ علي قاسم هيتحدث بعد باذن الله سبحانه وتعالى، ربنا يسدده ويجري الحكمة على لسانه وينفعنا بيه يا رب. بعد الشيخ علي قاسم جزاه الله خيرا، الحلم السلفي برضه دكتور خالد الرفاعي يعني فجأة عمل جمعية، ما عرفش عملها امتى، ما عرفش الموضوع ده جه امتى، ولقيته بيقول لي انه عمل جمعية الحقوق والاصلاح، جمعيه اصلح. يعني احنا كنا في ترتيب ان احنا بنبدا في جمعيه شباب مصر، فيعني يعني العلمانيين يا جماعه عددهم مش زي اهل الدين خالص. العلمانيين دول عشرات او مئات، امال مشكلتهم ايه؟ العلمانيين دول مصيبتهم ان الواحد منهم بقناه، ده فتح قناه، الواحد منهم بجريده، ده قام رايح عامل جريدة كذا، الواحد منهم ببرنامج يعني بيتفرج عليه مليء، الواحد منهم بمنتدى على النت بيدخل عليه عشرات الالوف. مصيبتهم في الكيف بتاعهم ان الناس دي الواحد منهم بمصيبة، انما تلاقي الناس اللي بتحب الدين ومقبلة على الله تلاقي عدد، بس في النهاية كل واحد بيعمل ايه. فده من بداية ذلك الحلم كان نموذج اخونا دكتور خالد الرفاعي، عمل هذه الجمعية وعمل قافلة راحوا فعلا ليبيا وجوم تاني، وصلوا المعونات وجوم تاني فضل الله سبحانه وتعالى، وهم الوقت بيجهزوا للقافلة الثانية باذن الله سبحانه وتعالى. فاحنا هنسيب له بعد الشيخ علي قاسم يعني مساحة 10 دقائق، مش بس عشان نشارك في القافلة، لا عشان نقول احنا عايزين الواحد مننا يبقى بجمعية، الواحد مننا ابوس ايديكم بلاش احزاب سياسيه دلوقتي عشان خاطر بلاش سياسه، احسن الاخوه داخله في السياسه عارفين اللي بيلعب تايكوندو ولا كونغ فو، واحد دخل عامل له كده يعني ايه، هو داخل مش عارف اصلا في ايه. الاخوه وصلت بقى جايين يتكلموا في السياسه بقى، يعني زي واحد كده ايه لسه عايز ياخد محو اميه ودخل في الدكتوراه. لا يا اخواني دي حاجات وليها علوم وليها 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 ناسها، حتى من وسط الشيوخ هم اللي يتكلموا فيها. احنا خلينا احنا على ارض الواقع، خلينا احنا على الارض يعني ارض الشارع، خلينا وسط الناس، ننتشر وسط الناس، ندعو الناس، نحن على الناس. تروحوا لكل واحد تقولوا له انا مش جاي اجلدك، انا مش جاي اجلدك، انا جاي احضنك، انا جاي اضمك، انا جاي اقول لك انت زدت اخ جديد، بس اخ صادق ومخلص ليك، اخ مستعد انه يبذل حياته عشان انت تبقى فعلا فعلا من رجال هذا الدين، وتبقى انسان صالح لدينك ولامتك. فيعني هنسيب يعني ان شاء الله 10 دقائق لدكتور خالد يشرح لنا الفكره بتاعته باذن الله.
ويعني ندوة جزيرة الورد الخميس اللي فات بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يعني احنا بنحيي الخمس اخوات اللي انتقبوا يعني بعد هذه الندوة فيما وصل لعلمنا وهم موجودين معنا الان، بنحييهم وبنقول لهم ربنا يسددكم، وبنقول لهم اثبتوا انتوا الوقت فعلا نواة تغيير، انتوا نواة تغيير حقيقية في مكان يعني اجاركم الله اخوان، يعني ربنا ايه، ربنا ما يوريكم. يعني انتوا نواة تغيير، ربنا يسددكم، وعايزين يعني هؤلاء الاخوات يبدأوا ان شاء الله باذن الله يحفظوا القرآن عشان ربنا يحفظ قلوبهم من الشيطان، ويبدأوا باذن الله سبحانه وتعالى يكلموا صحباتهم بقى بس من بره النادي كده ان شاء الله، من بره بره يبدأوا يدعوهم واحدة واحدة كده باذن الله، وربنا يثبتهم ويسددهم ويثبت اخواتنا جميعا ويسددهم جميعا يا اخواني في الله. يعني ورقة هل تريد ان يحفظك الله، انا مش عارف ما فيش وقت ان انا اشوفها، وان كانت شكلها ورقة اذكار. اخواننا في روم على في جروب على الفيسبوك عاملين ورشة عمل، كل واحد يسجل موهبته ويقدر يشارك بايه، اتمنى ان احنا نشاركهم وان احنا ندعمهم وان احنا نتعاون مع بعض، ان احنا نشوف هو الفكرة كل واحد يكتب موهبته ايه وهم يشغلوا الناس فرق عمل. يعني اعتقد ان هي يعني ايه اخواننا الافاضل يعني مع الشيخ علي قاسم في هذا الامر. بعد كده في بقى ورقات يعني ما اعتقدش ان هيبقى في وقت ان احنا نرد عليها عشان نفسح الوقت ان شاء الله للشيخ علي قاسم. ان شاء الله يا اخواني الدرس مؤقتا باذن الله، وانا هحرص الفترة دي ان احنا نستضيف قدر ما نستطيع من شيوخ مصر ودعاة مصر، يعني هحرص ان شاء الله باذن الله، يعني نحاول نجيب اسامة بن لادن ان شاء الله، ونحاول ان احنا ان شاء الله باذن الله نجيب الله يرحمه ابو مصعب الزرقاوي، كان يعني يعني كان يعني هيغير خريطه المنصوره خالص الله يرحمه، ونحاول ان احنا نجيب عايزين مين؟ لا ابوس ايدك يا دكتور خالد، خليك على جنب، احنا يا جماعه بنعتذر 10 دقايق بتوع دكتور خالد عشان ايه؟ احنا لسه يا ابني وامن الدوله راح لسه 20 جهاز تانيين. ال يعني ان شاء الله باذن الله هنحرص ان احنا نجيب يعني اكتر ناس كان نفسكم تشوفوهم برضو، يعني قطار الدعوه اللي بفضل الله بدانا ننتقل في البلاد بفضل الله في الصعيد وفي اماكن اخرى بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، وربنا كاتب له قبول شديد بفضل الله وفتح شديد، ويعني متلقى بقبول عجيب بفضل من قطار الدعوه ده، اول توحد حقيقي ما بين ضعاف الطريق السلفي على ان هم يضح ان هم كل واحد يقص من نفسه 10% و 20%. مش شرط يا عم انا قائد، يا عم مش شرط ان يتسمع كلامي، يا عم انا دماغي دي سبتها بره وانا بسيب الحذاء بتاعي. قولوا يا اخواني رايكم، انا يا اخواني معاكم، كل واحد فينا بيقول لي اخوانه انا معاكم، اللي انتوا عايزينه يمشي، انا يا عم ماليش راي، بس نتعاون على عمل صالح وربنا بارك فيه وانتفع منه بفضل ومنه الله حتى الان، يعني اعداد غفيره وضخمه من الناس بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. يعني هذا القطر الدعوه اللي فيه الشيخ مسعد انور واللي فيه الشيخ محمد الصاوي واللي فيه يعني شيوخ اخرين ودعاء اخرين، ان شاء الله هحرص برضه ان احنا نعمل ندوه هنا يعني في خلال اسبوع او اسبوعين بالكثير ان شاء الله باذن الله، يعني نجيب هذا القطار هنا. يعني الفتره ديت ان شاء الله احنا لسه مش هنبدا بقى ايه الدرس تاني بمفهوم الدرس تاني، احنا هنعملها توك شو شويه ان شاء الله. عارفين التوك شو؟ عارفين مش عارفين التوك شو؟ عايزين تغيروا مصر. توك شو يا ابني، حد يقول لي التوك شو بعدها يا جماعه الله يخليكم، عشان بس ان يعني التوك شو ده يا جماعه اللي هو يعني فكره البرامج التفاعليه، يعني بس احنا ما عندناش توك شو، احنا ما عندناش شو اصلا، احنا مش بتوع شو، احنا بتوع صدق، بتوع مبادئ، بتوع تضحيه من اجل امتنا، فاللي هو الطريقه التفاعليه. فاحنا ان شاء الله هنحرص الفتره الجايه ان يبقى في تفاعل ما بينكم وبين الدعاء باذن الله. الدرس الى ان يعني نستطيع ان نستقر على مواعيد في هذا الخضم الهائل من الفضوحات القنوات، بفضل الله كلها فتحت الارض كلها بفضل ومنة الله، النوادي الجامعات الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الخميس ندوه في نادي جزيره الورد بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني لدرجه ان بقى في ندوات نوادي ما فيش وقت ان احنا نروحها، يعني سبحان الله بقينا بنتبغدد بعد ما كنا يعني ايه يعني الحمد لله شكرا انتم عارفين يعني. فالمطالب فاحنا هنقر موعد الدرس انه يبقى لحد العشاء، هيبقى الايه
الحد عشاء. طب ليه مش الحد المغرب؟ درس دكتور احمد نقيب الحد المغرب. فاحنا احتراما طبعا لمشايخنا هنبدا العشاء عشان اللي عايز يجمع ما بين الدرسين يقدر انه يجمع. انا شايف هذه المره يعني احنا لسه الاسره السلبيه لسه بتتلم كده واحده واحده ان شاء الله. كل واحد فينا يا جماعه يعني ايه يبدا بقى ان شاء الله انه يعرف اخوانه ويعرف كل اللي هو يعرفهم بهذا الدرس ان شاء الله عشان يرجع ذلك المكان زي ما كان مناره من اكبر المنارات اللي بفضل الله بتصدر الهدايه في هذه البلد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واترك المجال للشيخ علي قاسم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شيخ علي تفضل. المصاحف